ده هياخدنا يمكن اتكلمنا معاك وتفكر برضو الساده المشاهدين بالترشيحات على كرسي الرئاسه في الكاف، كان مين المرشحين، وبعد خروج احمد يعني انت شايف من وجهه نظرك من خلال وجودك وعلاقاتك في الاتحاد الافريقي ومعظم رؤساء يعني رؤساء الاتحادات انت عندك علاقات كويسه بيهم، شايف الموضوع رايح لمين؟ يعني تفكرنا الاول بالمرشحين ونقول فرصهم ايه يوم 12 مارس ان شاء الله. هو طبعا الموضوع يطول شرحه شويه يا كابتن، فاحنا هناخده بقى بالتدريج لان التدريج بتاعه هو اللي فيه الحل بتاع الموضوع كله. قول الاول واحد اعلن ترشحه كان احمد، ووقتها انا ساعتها علقت قلت هو اعلن ترشحه لكن هيتم اقصائه ومش مش هيكمل. ثم كان في طارق بوشماوي من تونس ولم يحصل على تفويض اتحاد بلده فخرج بره الموضوع وما قدمش اصلا الملف بتاعه. ثم اعلن ترشح باتريس موتسيبا رئيس او مالك نادي سان داونز الجنوب افريقي، وخد دعم اتحاد بلده وخد دعم وزاره الرياضه في جنوب افريقيا. ثم بالتدريج برضه بعديه كده على طول بتسلسل ترشح احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني في اللحظه، وجاك انوما كان قبلهم، جاك انوما اللي هو الايفواري، لان جاك انوما من الحرس القديم قوي يعني هو وقف قدام عيسى حياته في انتخابات الكاف وبعد كده اقصاه تماما، فحقه انه يترشح ويقول ان انا كنت على حق في الفتره بتاعه عيسى حياته دي، وكان راجل كان عضو مكتب تنفيذي او لجنه تنفيذيه في الفيفا، فهو برضو من الشخصيات اللي لها باع في مجال كره القدم. اخر واحد ترشح قبل قفل باب الترشيح بحاجه بسيطه جدا كان السنغالي اوجستين سينجور، ده الترتيب بتاع المرشحين، فاعتقد ان ترتيب المرشحين ده اخر واحد تقدم بالظبط هو اوجستين سينجور. اوجستين سينجور من الناس القديمه برضو في اللجنه التنفيذيه للكاف، وراجل برضو له قوه وعنده شعبيه، لكن تعال نبص على موازين القوى بقى بعد خروج احمد من المشهد، هنلاقي انه باتريس موتسيبا يملك دعم بلده ودعم القياده السياسيه في بلده لانه رئيس دوله جنوب افريقيا وزوج اخته الكبرى، وده بان في دعم وزير الرياضه في جنوب افريقيا ورئيس الاتحاد داني جوردن، مع الملاءه الماليه راجل رقم 10 في قائمه اغنى اغنياء افريقيا. لكن هي النقطه كلها انه التجربه بتاعته جديده تماما على انتخابات رئاسه الكاف، بمعنى لم يسبق لرئيس نادي ان ترشح لرئاسه الكاف، اول مره رئيس نادي يترشح لرئاسه الكاف وهو ما كانش له اي حاجه جوه المكتب، اول مره يشتغل يعني اول مره يدخل معترك انتخابي جوه الكاف، لان كمان انتخابات الكاف بيبقى لها تربيطات كبيره جدا بتعتمد بشكل اقوى على الرئاسه. تقدم الخطوه دي برضو يعني انا لما اول رئيس نادي في تاريخ الانتخابات يتقدم بهذه الخطوه اكيد انا بيبقى ليا شغل قبليها، بيبقى ليا علاقات، بيبقى ليا اتصالات، السبورت هيكون ايه، لان انا مش هخش كده وخلاص، لكن اكيد في ناس بتسنده بشكل كويس. انت بتتكلم على النواحي الماليه، اعتقد ده جزء مهم لكن ليس الاهم بالظبط، لكن ايه السبورت او انت شايف هو اتقدم للخطوه دي، مين اللي وراه، مين اللي سنده، مين اللي قال له ممكن يبقى ليك دور او ممكن تبقى ليك فرصه؟ انا شايف انه تنازل داني جوردن رئيس الاتحاد جنوب افريقيا عن حلمه في انه يبقى عضو مجلس الاعلى للفيفا مقابل انه موتسيبا يترشح لرئاسه الكاف، ده بيقول ان هم حاطين امال كبيره على موتسيبا وبيدعموا، فده كلام اعتقد زي ما حضرتك قلت ما فيهوش فصال، واخد دعم كبير جدا من بلده. النقطه الاهم كمان انه خد دعم من اتحادات كتير بمجرد ما اعلن ترشحه، منهم حتى بينك اماجو رئيس اتحاد نيجيريا كان عايز يترشح لرئاسه الكاف وتنازل علشان باتريس موتسيبا. النقطة الأهم من ده كله إنه عنده اتحادات سيكافا وعنده سيراليون، لأنه كمان إيشا يوهانسن من الناس اللي لها كلمة مسموعة شايف الفيفا وفي الكاف برضو مشرف على ملف الكرة النسائية أعلنت دعمها برضو المتصبة. لكن هندخل على الثلاث أسامي التانيين، جاك أنوما أعتقد إنه فرصه قليلة قوي، يعني جاك أنوما فرصه قليلة قوي. الصراع هيبقى صراع ثلاثي، ده اللي أنا شايفه دلوقتي، ثلاثي ما بين متصبة أحمد ولد يحيى وأوجستين سنجور. ليه بقى؟ لانه احمد ولد يحيى هو من الكوادر اللي انفانتينو بيحاول يعدها انها تكون موجوده الفتره اللي جايه في مناصب اكبر من عضويه المكتب التنفيذي وانه يكون موجود في الفيفا، لا هو شايف انه يتوسم فيه ان هو كادر اداري شاب يقدر يقود الكره الافريقيه الفتره اللي جايه. احمد ولد يحيى اعلن ترشحه يعني في ليله ترشح برضه باتريس موتسيبا،
تاني يوم على طول او في نفس اليوم بالليل فوجئنا انه احمد ولد يحيى بيبدا حملته للترشح لرئاسه الكاف، ثم اوجاستين سنجور دخوله في نهايه الفتره قبل اطلاق باب الترشيح بساعات قليله جدا، ده معناه انه برده مفيش رضا قوي عن ترشح احمد ولد يحيى، يعني جوه المكتب التنفيذي في الكاف اقصد، اللي هي بقى ما وراء ممكن حد من مكتب التنفيذي في الكاف يقول يزق يعني بالظبط يقول له لا انت خش دلوقتي وسبورت ليج انت فترتك دلوقتي بيكسر اصوات يعني بالظبط، فالصراع مش هيبقى سهل، مصيبه ما ينفعش نستهين بيه، لكن كمان انا شايف انه الكتلتين احمد ولد يحيى مع اوجاستين سنجور هتبقى صراع شرس قوي يا كابتن هاني. نقطه كمان المهمه انه المقاعد بقيه المقاعد بقى يعني شفنا وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي حسم مقعد بالتزكيه خلاص ما حدش رشح قدامه، اتبقى المقعدين بتوع الدول الناطقه بالعربيه والبرتغاليه، عندنا اربع مرشحين منهم ثلاثه عرب، مهندس هاني ابو ريده له كل الدعم طبعا، وبنتكلم في فوزي لقشع النائب الثاني لرئيس الكاف وهو رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم عضو اللجنه التنفيذيه. هو هياخد من الثلاثه مرشحين ده يعني المفروض من الاربعه من الاربعه ينجح اثنين بس في بقى هنا تركه ايوه لو احمد ولد يحيى لو بقى رئيس الكاف خلاص هيتبقى مقعد واحد لانه بالتبعيه اكيد هيبقى في مجلس الفيفا ممثل وبالتالي هيتبقى مقعد واحد، فده معركه شرسه على المقعدين دول. اشرحها بقى تاني للناس كده احنا بنتكلم الطبيعي لو الطبيعي لك مقعدين للدول الناطقه بالعربيه بيتنافس عليهم اربع مرشحين ثلاثه عرب والمهندس هاني ابو ريده فوزي لقشع خير الدين زاتشي من الجزائر وفي مرشح من غينيا وعندك احمد ولد يحيى كمرشح عربي على رئاسه الكاف لانه من موريتانيا دوله عربيه شقيقه، فبالتالي لو نجح حجز مقعد منهم خلاص بما انه رئيس الكاف فيبقى ممثل في الفيفا ومقعد ناطق باللغه العربيه، لكن اتبقى المقعد الثاني هيبقى عليه صراع كبير. فده من الكواليس اللي بتقول انه لسه شويه بقى على التربيطات، يعني الفتره اللي جايه هيبقى شغل التربيطات جوه الكاف هيبقى كتير. في جمعيه عموميه قربت في ديسمبر اللي جاي ده بس هتعمل اونلاين يا كابتن هاني، الجمعيه دي كانت المفروض تعمل في اثيوبيا لكن اتخذ قرار علشان ظروف الكوفيد 19 وانه حفاظا على صحه اعضاء اللجنه التنفيذيه والاتحادات وانه هتتعمل على الفيديو كونفرنس وهيكون موجود طبعا كونستانتين عماري هو القائم برئيس بعمل رئيس الاتحاد الافريقي، بالمناسبه برضه كونستانتين عماري ممكن ما يكملش يعني في مكانه برضه الفتره اللي جايه لانه لسه في كلام كتير يعني هو اصل الكلام كتير ده الناس بتتكلم على على جزء من فساد يعني بالظبط ما تقدرش بالظبط ما تقدرش انت برضه يعني تقولها بشكل مباشر طالما لسه ما صدرش حاجه من من الفيفا او من لجنه الاخلاق لان لها صفه قضائيه بالنسبه لهم لجنه الاخلاق هناك في الفيفا، اعتقد انه في كلام الفترة الجاية ان هيبقى فيه برضه لسه في تغييرات شوية جوه الكاف واعتقد ان ده هينعكس على الفيفا برضه بعد كده وعشان كده واضح ان كواليس كتير قوي يا كابتن هاني في كواليس كتير وكل ما الانتخابات تقرب في جمعية عمومية زي انت بتقول في ديسمبر هتكون اونلاين كان بالظبط يعني كان متوقع ليها انها هتكون في اثيوبيا كان المفروض تنعقد في اثيوبيا لكنها هتتعمل اونلاين وبالمناسبه كان جدول اعمال الجمعيه العموميه كانوا يعني جمعيه عموميه دي لا هي جمعيه عموميه عاديه للكاف. النقطه الاهم من ده انه حتى بيان الكاف بعد قرار ايقاف احمد قال انه هيتم تمديد فتره كونستانتين عماري كقائم باعمال الرئيس وفقا للائحه الداخليه لل يعني مين اللي بيدير الكاف حاليا؟ كونستانتين عماري هو دلوقتي رئيس الكاف هو اللي موجود وهو اللي مكمل الى حتى اشعار اخر حتى 12 مارس 2021 يعني لغايه بدايه بالظبط نشوف الانتخابات اذا لم يجد جديد في الموضوع، والانتخابات هتبقى في المغرب واعتقد انه الانتخابات دي ممكن تشهد اكيد مفاجات كتير